السلام عليكم، تصبحين خياطة وابداع مع وفاء. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصور معكم سورفيت ديال فصل الخريف، ولا دي ممكن تلبسوا هكا حتى في الشتاء. عندي هاد التوبادا ديال المونطوني اللي كيصوبوا به الملابس الرياضيه. عندي هنا متر ونص ديال التوب، وهو في المنكب فيه متر ونص. غادي نتني هكا على اربعه، صافي. هنايا تني التوب على اربعه بحال هكا، وغادي نحطو القياسات. ودرت في الكتف عندي 20 سنتيم، ومع سنتيم ديال الخياطه 21 سنتيم، وفي العنق كندخلو 8 سنتيم. صافي، غادي نهبط في الكتف 3 سنتيم، طراسي الخط بحال هكا. غادي نزيد نهبط الكتف 9 سنتيم، غادي تجيني الكتف طايح ب9 سنتيم. صافي، وغادي نطراسيها بحال هكا. وفي التركيز درت فيه 22 سنتيم. صافي، وغادي نطراسي خط هكا ديال التركيز. وفي الصدر عندي 25 سنتيم، ومع سنتيم ديال الخياطة 26 سنتيم، درتها شوية عريضة. وبس في الطول ديال الحزام 39 سنتيم. في الحزام درت 22 سنتيم، ومع سنتيم ديال الخياطة 25 سنتيم، ودرت في الطول 80 سنتيم، ناقص 4 سنتيم ديال البندة. ودرت في العرض 30 سنتيم. في الجوانب كطلع في 2 سنتيم. صافي، وغادي نفصل. صافي، من بعد ما فصلتها غادي ندوزو دابا نفصلو الكمام. صافي، وغادي نجيب هاد التوب، غادي نتني غير القياس اللي غادي نحتاجو في الكمام، وغادي نجيب هاد القطعة، هادي القطعة ديال الخلف ولا القطعة ديال الأمام، وطراسي بها الدورة ديال التركيز. في هاد الكمب هذا البنات كتجي سهلة في الفصالة، كيجي التركيز غير بحال هكا. وكنحط الطول ديال الكمب هنايا، غادي نحيد 9 سنتيم اللي هبطت بها في الكاتب، وغادي نهبط ب 13 سنتيم، ومع سنتيم ديال الخياطة 14 سنتيم. وفي العرض كديروا العرض ديال الكمب اللي بغيتو نتوما. فين طراسيت 13 سنتيم، غادي نهبط ب 18 سنتيم. وفي العرض كديروا العرض ديال الكمب اللي بغيتو. انا هنا كنت غندير في الكمب كنت غندير لاستيك، درت 13 سنتيم، وزدت عليها 3 سنتيم ديال الخيط المطاطي، ولكن في الاخر رجعت درت الباندا. صافي، غادي نفصلوا هاد القطعه هادي بوحدها. صافي، من بعد ما صرتو كيجينا بحال هكا القطعه، وغادي نجيب هاد التوب هذا، وغادي نفصل منه 4 ديال القطع، غنديرهم في الكم بحال هكا. غادي نتني التوب على 4. في العرض ديالها غندير في 5 سنتيم، غادي تخيطنا سنتيم هاد الجهه وسنتيم هاد الجهه، تبقى لينا في هاد القطعه هادي 3 سنتيم فاش خيطوها. صافي، ومن بعد ما فصلتها كيجينا بحال هكا. ودابا غادي نحطو القياس اللي عندنا في الكم، حتى نفصلو هاد القطع هادو عاد نحطو نفس القياس اللي عندنا في الكم. هنايا كنخرجو 9 سنتيم اللي هبطنا بها في الكتف، وكنحطو الطول ديال الكم.
صافي من بعد ما سالينا بالفصاله ديالكم غادي نجيب هذه القطعه هذه وغندير بها الباندا. نتني هكا على 2 ونتني هكا على 4 ونفصل منها الباندا. ديك 4 سنتيم اللي حيدناها في الطول غنديروها في الباندا مع سنتيم ديال الخياطه هي 5 سنتيم. وهنايا كديروا نفس العرض اللي عندكم في السورفيت حيت غندير فيه الفتيحات في الجناب، داكشي علاش غندير نفس القياس في الباندا. غادي نحيد القطعه ديال الامام على القطعه ديال الخلف، والقطعه ديال الامام غادي نهبط في العنق ب 10 سنتيم، غادي نحيد 2 سنتيم اللي هبطنا بها في العنق وغادي نهبط ب 8 سنتيم هي 10 سنتيم. دابا غادي ندوزو نفصلو القب، غادي نتني هكا التوب على 2 غادي ندير في الطول 40 سنتي. وفي هاد الجهة غنديرو 30 سنتيم، غادي نطريسي 2 سنتيم هنايا ديال السيوم، عاد نديرو 30 سنتيم، ديك 2 سنتيم كنحيدوهم 30 سنتيم، القياس غادي نطلع مع هاد الجهة هادي 30 سنتيم، غادي نهبط في 13 سنتيم. هنايا غادي نحيد 2 سنتيم ديال السيوم وغادي نطراسي 26 سنتيم متقابله فين هبط ب 13 سنتيم، وغادي نقسمها على 4، الجهه السفلانيه كندخلو بسنتيم والجهه الفوقانيه كنخرجو بسنتيم بحال اللي كنفصلو هكا شي قوب ديال الجلابه. وفهاد البلاصه هذه كنطلعو ب 6 سنتيم باش كيجينا القوب شويه دائري ماشي بحال ديال الجلابه. فين بعد ما فصلت غادي ندوزو للخياطه. اول حاجه غادي نخيطوها هي الكم، غادي نجيبو القطعه اللي غادي نخيطوها مع الكتف، وغادي نجيب هاد القطعه هذه في اللون الابيض وغنديروا الوجه لعند الوجه ونخيطها. من بعد ما خيطت هذه القطعه في اللون الابيض غادي نقلبها هكا على الوجه، وغادي نجيب هذه القطعه في اللون الاكحل وندير الوجه لعند الوجه بحال هكا ونخيطها. نفس الطريقه غنديرها لهاد الشريط هذا، غندير 3 ديال الشريط، 2 في اللون الابيض وواحد اللون في اللون الاكحل. صافي غادي نقلب هاد القطعه هكا على الوجه، وغادي نجيب هاد القطعه هادي ديال الثوب وغنديرها في الوسط ديالكم باش ما كتجيناش جهه اكثر من جهه، حيت هاد القطعه هادي نقص على القطع الاخرين بحال هكا ونخيطهم.
صافي. ومن بعد ما سالتهم بالخياطه بحال هكا، غندير الوجه عند الوجه ديال الثوب، وغادي نقاد لكم مزيان بحال هكا. صافي من بعد ما ساليتو غادي نجي لهنا للعرض ديال الكومب، وغادي نقص منه 2 سنتيم حيت كنت غندير لاستيك، ودابا غادي نرجع ندير الباندا. صافي وغادي نقص هكا من هاد القطع هادو باش كيجيني الكومب متقاد. جينا الكومب بحال هكا، ودابا غادي ندوزو نخيطو القطعة ديال الأمام مع القطعة ديال الخلف بحال هكا. غنديرو الوجه عند الوجه، من بعد ما ساليت بالخياطة ديال الكتف غادي نخيط لكم. غادي نجيب هاد الكومب هذا، غادي ندير الوجه عند الوجه بحال هكا ونخيطو. من بعد ما ساليت بالخياطة ديالكم غادي نجمع البياسة. وفاش كتوصلوا لهاد القطع هادو كتقدوهم مزيان باش ما كتجيكمش جهة طالعة وجهة هابطة، باش ما كيجيكمش هكا اللون الابيض في مع اللون الاكحل، واللون الاكحل مع اللون الابيض، باش كيجيو القطع متقادين. فاش كنوصلوا لهنا غادي نخلي واحد الفتحه ديال 14 سنتيم، وتاو في الدوره هذه ديال التركيز كتحلو هكا شويه الثوب باش ما كيجيكمش مجموع. صافي ودابا غادي ندوزو نخيطو الباندا. غادي ندير هكا الوجه عند الوجه ونخيطها من الجوانب. صافي من بعد ما سالت بالخياطه هكا غادي نقلبها على الوجه بحال هكا. غادي نجي لهاد الفتحات هادو غادي نتني هكا سنتيم وغادي نخيطهم. ونفس الطريقه غنديرها من الجهه الاخرى. صافي من بعد ما ساليتهم كيجيونا فتيحات بحال هكا، ودابا غادي نخيط البنطه. غندير البنطه هكا مقاده مع هاد القطعه هادي. صافي وغادي نخيطها هكا بعد سنتيم. صافي ومن بعد ما ساليتها بالخياطه غادي هاد السنتيم هذا اللي خيطناه بعد سنتيم غادي نعودو عليه بالخياطه على الوجه ديال الثوب. بعد ما سالينا بالخياطة غادي ندوزو نخيطو البندل للكم.
كنديرو هكا الوجه اللي عند الوجه ونخيطوها. بعد ما سالتها بالخياطه غادي نقلبوها هكا على الوجه بحال هكا، وكتحلو ديك السنتيم اللي خيطوه كتحلوه بحال هكا، كتحلوه باش كتجيكم الخياطه متقاده، ما كتجيكمش هكا التوب واقف. غادي نجيب هاد الكم بهذا وغادي ندير هاد البنطه بحال هكا، كديروا الخياطه ديال البنطه عند الخياطه ديال الكم بحال هكا، وكتحلو هاد السنتيم اللي خيطناه في الكم، وهاد السنتيم هذا اللي خيطناه في البنطه كتحلوهم بحال هكا وكتشدوهم شي هكا بشي ابره ولا شي المهم شي حاجه اللي كتشدو بها. نبداو هكا البنده، حيت البنده كنديروها ناقصه بسنتيم على العرض ديالكم صافي. وغادي نخيطو، نتوما كتخيطو نتوما كتجبدو هكا شي شويه البنده باش كتجيكم متقده على الدوره ديالكم، غير شويه ماشي بزاف. بعد ما خيطتها كتجينا بحال هكا، ودابا غادي نعاود عليه بسنتيم ديال الخياطه، ديك سنتيم اللي خيطناه من الداخل كنعاودو عليه بالخياطه. صافي، ومن بعد ما سيرتو بالخياطه كتجينا بحال هكا على الوجه ديال الثوب. ودابا غادي ندوزو نخيطو القب، غادي نبدا من هاد الجهه هادي وندور بالخياطه. صافي كنوصلو غير لهنا وكنحبسو بالخياطه، ودابا غادي ندوزو نخيطوه مع البياسه. قبل ما نخيطوه مع البياسه غادي نتني هنا نص سنتيم، ونعاود نتني جوج سنتيم ديال السيور. صافي، من بعد ما ساليتو بالخياطه غادي ندوز نخيطو مع البياسه. غادي نجيب الكتف عند الكتف ونقسم هكا القطعه ديال الخلف في النص، وغادي نجيب هذا القب هذا وغادي نديروه بحال هكا في النص باش كيجيونا الجوايه متقادين. صافي، وكنقادوه بحال هكا. فاش كنوصلوا للقطعه ديال الامام في النص كديروا هاد القب هذا مختلفين، هاد القطع هادو كنديروهم مختلفين، فاش كنخيطوهم كيجيونا مختلفين بحال هكا كنديروهم مختلفين. صافي، دابا غادي ندوزو الخياطه.
المهم بعد ما سالتو بالخياطه كيجينا بحال هكا مختلفين، وغادي نعاود بسنتيم على هاد السنتيم هذا اللي من الداخل، غادي نعاود عليه بحال هكا، وغادي نساليه وندير السيور ونعاود نرجع معكم نوريكم الشكل النهائي كيفاش جا. وكان هذا هو الشكل النهائي، كتجي بحال هكا وكيجيو لها الفتيحات هكا في الجنب، وهاد هاد القطع هادو كيجيونا في الكم بحال هكا. وكان البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم، استفدتوا فيه وما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتخليوا لي التعليقات ديالكم او لي جيم ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.